كلما قسى قلبك تذكر أمنيات أهل المقابر، كلما قسى قلبك تذكر أمنيات أهل المقابر الذين توسدوا تحت التراب، الذين خلقوا من تراب وعاشوا فوق تراب ثم عادوا إلى التراب. سائل الواحد منهم ماذا تتمنى مع هذه الأعوام التي تمر وتمضي؟ ماذا يتمنى الأموات؟ هل يتمنى الواحد منهم زيادة في مرتبه؟ هل يتمنى الواحد منهم نشانا يعلقه ورتبة يعلقها؟ هل يتمنى الواحد منهم تجارة وعمارة وسيارة وعقارا؟ هل الواحد منهم يتمنى ولدا أو زوجة أو مالا أو بيتا؟ إنما هذه أمنيات أهل الدنيا، لكن أمنيات أهل المقابر تختلف تماما. فلا يتمنى الواحد منهم إلا أن يعود إلى الدنيا، ليس ليكمل قسطا ولا ليشتري سيارة ولا ليبني عمارة، وإنما ليأخذ ليلة من ليالينا أو يأخذ يوما من أعمارنا التي تمضي ليظل ساجدا فيها لله عز وجل، فلا يقوم إلا حينما يبعث الناس. فماذا نقول نحن الأحياء؟ ماذا نقول نحن المقصرون؟ إذا كان الله جل في علاه خلق له ملائكة ليس لها وظيفة إلا أن تسجد تحت ظل العرش، فإذا قامت القيامة وبعث ما في القبور نهض هؤلاء الملائكة يقولون لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء الذين ليس لهم وظيفة إلا السجود يقولون لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ماذا نقول نحن الذين نجلس ليل نهار في مجالس الغيبة والنميمة؟ ماذا نقول نحن الذين نجلس ليل نهار في مجالس هتك أعراض الناس؟ ماذا نقول نحن الذين تمر علينا أيام وأسابيع لا نشهد فيها صلاة الفجر في جماعة؟ ماذا نقول نحن المقصرون بحق الله عز وجل؟ ماذا عسانا أن نقول؟ لكننا لا نقول إلا لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لذلك أيها الكرام، سيفنى العمر وستغرب شمس الدنيا، وليس لنا والله إلا ما قدمنا لله عز وجل.